التاسعة إلا ربع موعد المسائية ومستهلها كالعادة بالعناوين. ميناء طنجة المتوسط في الصدارة سجل خلال السنة المصارمة نمواً على كافة المؤشرات. نناقش الموضوع رفقة ضيفنا المحلل الاقتصادي إدريس العيساوي. والمغرب يشارك في أشغال منتدى دافوس الذي انطلق اليوم، من المتوقع أن يحضره أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة. ونواب الأمة يناقشون ضمن جلسة الأسئلة الشفهية اليوم خطة الحكومة لإصلاح الجامعة المغربية. وفضاء بيت الذاكرة بالصويرة شهد إحياء حفل فني بمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية. أهلا بكم إلى التفاصيل. ميناء طنجة المتوسط في الصدارة سجل خلال السنة المنصرمة نموا على كافة المؤشرات، ما أهله لمواصلة الريادة على مستوى البحر المتوسط والقارة الأفريقية. الارتفاع شمل وزن البضائع المعالجة وحركة الحاويات وحركة شاحنة النقل الدولي. شيماء العلام ومزيد من التفاصيل. ميناء طنجة المتوسط يواصل الريادة على المستوى المتوسطي والإفريقي بارتفاع جميع المؤشرات في سنة 2022. بلاغ للسلطة المينائية طنجة المتوسط أفاد بأن مجموع الوزن الطني للبضائع المعالجة سجل ارتفاعا، حيث قام المركب المينائي خلال السنة الماضية بمعالجة ما يقرب من 108 ملايين طن، أي بمعدل نمو بلغ 6% مقارنة مع السنة التي قبلها. ومن المتوقع أن تمثل هذه الحمولة المعالجة حوالي 54% من مجموع الوزن الطني المينائي المعالج على مستوى المملكة المغربية. حركة الحاويات بدورها حققت ارتفاعا، حيث قام المركب المينائي طنجة المتوسط خلال سنة 2022 بمناولة أزيد من 7.5 مليون حاوية، أي نسبة نمو تعادل 6% مقارنة مع سنة 2021. المركب استطاع تحقيق مستويات إنتاجية ممتازة خلال السنة الماضية بإنجازه رقما قياسيا في عمليات المناولة تجاوز 700 ألف حاوية في الشهر. حركة شاحنات النقل الدولي سجلت بدورها ارتفاعا واضحا بمعالجة أزيد من 450 ألف شاحنة نقل دولي سنة 2022، أي بزيادة 13% مقارنة مع سنة 2021. ويعود الفضل في هذه الدينامية الإيجابية بشكل رئيسي للصادرات الوطنية لقطاعي الصناعة والمواد الغذائية. البلاغ ذاته أبرز أن نقل العربات الجديدة سجل هو الآخر زيادة واضحة، حيث قامت محطتا العربات بالمركب المينائي بمناولة أزيد من 470 ألف عربة جديدة سنة 2022 بزيادة وصلت إلى 11% مقارنة مع السنة ما قبل الماضية. حركة المسافرين حققت انتعاشا ملحوظا، حيث استعادت كامل ديناميتها بعد رفع القيود الصحية المرتبطة بالجائحة، ليستقبل المركب في السنة المنصرمة ما يفوق المليوني مسافر. وبفضل هذه الدينامية بصمت حركة الملاحة البحرية على ارتفاع قوي، حيث رست نحو 14400 سفينة بالمركب. هذا النمو التصاعدي يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع مستويات الإنتاجية بمحطات الحاوية بالنسبة لاستقبال السفن العملاقة، وكذا عودة الرحلات البحرية فيما يتعلق بحركة المسافرين، ولا سيما في إطار عملية مرحبا 2022. وللحديث أكثر عن الموضوع من مكتبنا بالرباط ينضم إلينا مباشرة المحلل الاقتصادي الدكتور إدريس عيساوي. إذن دكتور، شكرا أولا على تلبيتكم لدعوة المسائية ومساء الخير. كما تابعنا، هذه الحمولة المعالجة بميناء طنجة المتوسط بلغت حوالي 54% من مجموع الوزن المعالج على الصعيد الوطني. كيفاش يمكن اليوم نقرأ هذه المؤشرات وهذه الأرقام وهذا الارتفاع المضطرد في حركة هذا المركب المينائي طنجة المتوسط؟ هو صراحة هذا مشروع كبير جدا دشناه المغرب منذ 2007، واعتقد بأنه هذا ارتفاع طبيعي نظرا لأهمية الميناء في حد ذاته لتجهيزاته ولقدرته على معالجة كل هذه الحاويات وتمكين مجموعة من المسافرين من الولوج إلى المملكة المغربية عبر الإطار هذا. فبالتالي أعتقد بأن المسألة مسألة ضرورية، كان على المغرب
أعتقد بأن منذ أن هذا مشروع نعتبره بأن مشروع ملك بالنسبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كان دشنه الملك الراحل يعني حسن الثاني، فأعتقد بأن هذا يعطي للمغرب موقعا آخر بالنسبة للمقاربة العالمية لمسألة الموانئ، وخصوصا لمسألة تنمية المبادلات على المستوى المتوسطي، وحتى بالنسبة لميناءات أخرى. أنا دابا الآن لما نجد طنجة المتوسط يضاهي يعني مدن اللي هي معروفة تاريخيا بهذا الشأن في فرنسا، وحتى في بعضها في بريطانيا. فالميناء المتوسط اليوم هو مفخرة للمملكة المغربية، وهذه مسألة يعني مهمة جدا علينا أن نسجلها بكثير من الفخر. نعم دكتور عيساوي، إلى جانب هذا النمو كيف ما أشرنا للمضطرد ديال معالجة الوزن المينائي وحركة يعني الحاويات، وقلنا بأن اليوم طنجة المتوسط ولا كيلعب واحد الدور يعني قدرة تنافسية مهمة على جانب يعني الضفة الجنوبية المتوسط، ضمن هذا التقرير دائما والحصيلة كيتشير أنه 14,000 سفينة رصت بالميناء ديال طنجة المتوسط بواحد النمو ديال 32% مقارنة مع السنة اللي قبلها. هذا طبعا فيه جانب ديال النشاط التجاري، لكن كذلك واحد الحركة ديال نقل الأشخاص، وهنا ربما نستحضروا لهذا الإقبال اليوم ديال عدد من الناس على زيارة المغرب بما فيهم مغاربة العالم. فكيفاش يمكن اليوم كنتكلموا على 2 مليون ديال المسافر اللي عبرات هذا الصيف هذا الميناء هذا، كيفاش يمكن ينعكس هذا الشيء دكتور على حركة الاقتصاد الوطني؟ أعتقد بأن هذا الميناء يلعب دورا مركزيا بالنسبة للمبادلات الدولية للمملكة المغربية. فهذا العدد من المسافرين وهذا العدد من السلع والحاويات التي ينتقل عبر هذا الميناء، فهو في الواقع يعطي فكرة على القدرة لقدرة هذا الميناء للعب الأدوار التي أناطها بها المملكة المغربية. واليوم لما نرى نسبة 6% ديال يعني الارتفاع ما بين 21 2022، فهذا ينبئ بالخير بالنسبة للاقتصاد المغربي. فالمغرب أعتقد بأنه الآن يعني هو مجال لمجموعة من الشركات الدولية التي يعني تنشط بشكل كبير على المستوى المتوسطي وعلى مستوى هذا النقل البحري الذي يشكل رافدا أساسيا بالنسبة للتنمية الاقتصادية. فيعني لما نرى بأنه هناك حاويات كبيرة جدا تستطيع أن ترسو مباشرة على مستوى هذا الميناء، فهذا يعطينا نظرة جيدة على ما يمكن أن نقوم به. فميناء طنجة المتوسط ليس بالميناء العادي، هذا ميناء تم وضعه ليكون منطلقا بوثقة للتنمية الاقتصادية للاقتصاد المغربي. وعلى أن نرى ذلك، فطنجة اليوم كل منطقة طنجة هي محور من المحاور الكبيرة للتنمية وخلق فرص العمل الجديدة الكثيرة على مستوى هذا المجال. فأعتقد بأن علينا أن نكون مطمئنين بالنسبة لهذا، ولكن علينا كذلك أن نبحث عن جميع الوسائل لتنمية ولدعم هذه الحركية. شكرا جزيلا لكم دكتور إدريس العيساوي المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لكم على كل هذه الإضاءات. قبل أسابيع انفجرت القضية وشغلت الرأي العام الوطني والدولي عملية قرصنة طالت العديد من مستعملي تطبيقات الأبناك في المغرب وحول العالم، تمت على شكل إما عمليات شراء وهمية أو عبر حسابات بنكية واقتطاعات لمبالغ مالية دون معرفة السبب. جازي الحماري تعود للموضوع بعدسة إبراهيم حبوب والمتابعة لحمزة إيت مسعود.
رغم كونه خبيرا في الأمن المعلوماتي، إلا أنه لم يسلم من عملية اختراق طالت حسابه البنكي قبل أسابيع. يونس، وبالإضافة لتعرضه لسرقة الأموال، أصبحت معلوماته الشخصية اليوم غير محمية في العالم الافتراضي. هذا الشيء ممكن يوقع لأي شخص، سواء كان خبير أو ملم بالمجال الأمن المعلوماتي أو مستعمل عادي. اتصلت بالبنكة ديالي وخبرتهم بشنو وقع، وبالفعل درت ريكلاماسيون، يعني درت طلب ديال التعرض على البطاقة. عمليات تحويل الأموال عبر التطبيقات البنكية أخذت في النمو في المغرب وحول العالم في السنوات الماضية، عمليات تسيل لعاب المقرصنين الذين يستغلون الثغرات الأمنية للوصول لحسابات الزبائن، أمر يمكن اليوم الوقاية منه. ميزاجور ما نقولوش يومية، خصنا نقولوا دي ميزاجور اللي كتكون على رأس كل ساعة. كين يمكننا نستمعوا، هذا واللي خصو يكون بزاف، كيمكن نستمعوا للاشخاص دي هاكا. في عام 2018 عاش العالم اشهر عملية اختراق للابناك بسرقة مليار دولار، عملية طالت ازيد من 40 دولة. اليوم سبل خدمات الحماية الامنية تطورت، لكن مضاعفة الحذر والحيطة امر مطلوب ايضا. خارج الحدود، الامارات العربية تعطي انطلاقة الدورة الخامسة لاسبوع ابو ظبي للاستدامة، بمشاركة وفود عدة دول من بينها المغرب. المغرب الذي يمثله عزيز أخنوش إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، رئيس الحكومة استثمر فرصة اللقاء للحديث عن منجزات المملكة في مجال الطاقة النظيفة، مؤكدا أن المغرب ينتج حاليا 38% من الطاقات المتجددة ويتطلع لبلوغ 50% في السنوات القليلة المقبلة. والمغرب يشارك في أشغال منتدى دافوس بوفد هام يرأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة. المنتدى الذي انطلق اليوم من المتوقع أن يحضره أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، سيناقش على مدى 5 أيام التعاون في عالم منقسم. قبل أيام فقط من الافتتاح صدر تقرير المخاطر العالمية للسنة الجارية، ورسم لوحة قاتمة للمشهد الاقتصادي والاجتماعي والجيوسياسي في العالم. سفيان البوعزاوي والمزيد من التفاصيل. النخب السياسية والاقتصادية العالمية تلتقي في هذا المنتجع السويسري لبحث التعاون في عالم منقسم ما بين أزمات الحرب في أوكرانيا والاختلال المناخي والعولمة. قمة دافوس تأتي في الوقت الذي نشر المنتدى تقرير المخاطر العالمي للعام الجارية. التقرير أشار إلى أن العالم يواجه مجموعة من المخاطر كالتضخم وتكلفة المعيشة والحروب والأزمات التجارية، فضلا عن انطلاق حقبة جديدة من النمو المنخفض. قمة دافوس تعقد هذه السنة في ظل وضع جيوسياسي وجيواقتصادي هو الأكثر تعقيدا منذ عقود. تقرير دافوس صنف أزمة تكلفة المعيشة على أنها الأزمة العالمية الأشد خطورة على مدى العامين المقبلين، مشيرا إلى أن الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا أذنتا بارتفاع كبير في التضخم وبدء عصر النمو المنخفض. وفق التقرير، من المرجح أن يؤدي سوء التقدير بين السياسات النقدية والمالية إلى زيادة احتمالية حدوث صدمات في السيولة، معناه إذن استمرار الانكماش الاقتصادي الذي يفاقم أزمة الديون السيادية العالمية. ضمن توقعات تقرير دافوس تزايد المخاطر الصحية عالميا في ظل تفاقم الأوبئة، وأمام هذا الوضع دول قليلة ستقوم بالاستثمار في التعليم والرعاية وأنظمة الصحة على مدى السنوات العشر المقبلة. نعود وطنيا إلى تيفلت التي جرى بها اليوم بالتحديد بمنطقتها الصناعية عين الجوهرة إعطاء الانطلاقة لأشغال تشييد مصنع لإنتاج سخانة المياه تعمل بالطاقة الشمسية، طورها وصممها باحثون وخبراء مغاربة. هذا المصنع هو الأول من نوعه بالمغرب، خصص له استثمار بقيمة 60 مليون درهم، ومن المتوقع أن يساهم في إيجاد 880 منصب شغل مباشر وغير مباشر. روبورتاج مامادو دياي، عبد العليم كاوي، والتحرير لجهان دبلالي. بمنطقة عين جوهرة نواحي تيفلت أعطيت الانطلاقة لبناء أول مصنع متخصص في إنتاج سخانات الماء العاملة بالطاقة الشمسية. السخانات المائية صنع مغربي 100%.
تسخين المياه عبر الطاقة الشمسية يعتبر من السيادة الطاقية، إنه أمر ضروري للغاية، وهناك تأثير إيجابي من خلال خفض الفاتورة الطاقية وتأثير على البيئة وخلق فرص الشغل. خصوصية هذا المشروع هو أن المصنع سينطلق من خلال خبرة الكفاءات التكنولوجية والعلمية للمهندسين والباحثين المغاربة الذين سيساهمون في تطوير هذه المنتوجات. بغلاف مالي يناهز 6 ملايير سنتيم سيشرع في إنتاج ما يربو عن 40,000 سخان مائي في مرحلة أولى، على أن ترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 90,000 سخان يعتمد على الألواح الشمسية لتوليد الطاقة الحرارية. هذا المشروع هو جاي في إطار استبدال الواردات، هذا السخان المائي كنا كنجيبوه كنستوردوه من عدد ديال الدول أخص من الصين، هذا استثمار مغربي اللي غيمكن في المرحلة الأولى ديال تشغيل 80 كفاءة مغربية بصفة مباشرة و 800 بصفة غير مباشرة. وقد وقعت اتفاقية إطار بهذه المناسبة بين مختلف الشركاء، وذلك بغية الاستفادة من الكفاءات العليا المغربية. هو اتفاق إطار مع الجامعة يتضمن تبادل الخبرات والكفاءات على مستوى التكوين والبحث في إطار التحويل التكنولوجي. مشروع إنتاج السخانات المائية بالطاقة الحرارية سيساهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وسيفتح الباب أمام مئات مناصب الشغل القارة، بالإضافة إلى أزيد من 1,000 فرصة شغل غير مباشرة. تحت قبة البرلمان، ناقش نواب الأمة اليوم خطة الحكومة لإصلاح الجامعة المغربية ضمن جلسة الأسئلة الشفهية. نواب الأمة تقدموا باستفسارات للحكومة حول العديد من المواضيع، من ضمنها المنح والسكن الجامعي، إلى جانب تشجيع البحث العلمي والابتكار وملائمة التكوين مع سوق الشغل. ريبورتاج محمد القنت وأسامة غرامي. نالت إشكالية المنح حيزا واسعا إلى جانب موضوع الأحياء الجامعية، وذلك ضمن الأسئلة الشفهية الأسبوعية حول خطة الحكومة لإنجاح أوراش الجامعة العمومية. اليوم نحن في حاجة لدعم الطالبة المغربية، إيجاد سكن نعطيها الأولوية، بل ونعطيها حتى منحة بواحد المبلغ محترم. وحنا كفريق اشتراكي لابد عندنا آراء كندعموا وبعد كنتمنوا بعض من هذه الإجراءات، ولكن كنقولوا أنه ماشي كافية، غير كافية، بالخصوص أنه واحد العدد ديال الفئات ديال الشعب اللي ماشي ساكن، الطلبة اللي ما راهمش في مدن جامعية، كاين عجز تاع المنح. تجويد مستوى التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وملائمة التكوينات مع حاجية سوق الشغل والدفع بالابتكار من خلال مجموعة من الآليات والإجراءات والبرامج هي عناصر في صلب خطة الوزارة لإصلاح قطاع التعليم العالي رغم وجود العديد من الإكراهات. تنزيل ورش إصلاح التعليم العالي من خلال الاهتمام بمكونات المنظومة التعليمية بما فيها الأستاذ والمؤسسة الجامعية وكذلك الطالب المغربي اللي هو حاجة لتشجيع وتحفيز. الوزارة بوحدها بالإمكانيات ديالها راه مايمكنش تجاوب على جميع الطلبات، ولكن تنظن بأن الجامعات التربية يمكن لها تلعب دور مهم. كاين تجارب اللي غادي تبدا ابتداء من سنة 2000 وفي هاد السنة 2023 اللي غادي تكون مجموعة من الشراكات مع الجامعات الترابية. يبقى العمل التشاركي مطلبا أساسيا لتسريع وتيرة إصلاح ورش الجامعة المغربية وتمكينها بالتالي من إعداد أطور ذات جودة إلى جانب تشجيع البحث العلمي والابتكار. المسائية ما تزال متواصلة على القناة الثانية، نتابع فيها بعد قليل. رئيس مجلس النواب اليمني في المغرب ومنه أكد موقف بلاده الثابت من قضية الصحراء ومغربيتها وسيادة المغرب عليها. وأكادير تختتم فعالية مهرجان القصص المصورة في نسخته الأولى. لكن قبل ذلك، توقيع محضر الاتفاق الأخير بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يعد مرحلة مهمة في مسار الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، ويشكل حسب الأمناء العامين للنقابات الموقعة لحظة مهمة ومرحلة جديدة سيتم بموجبها إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي القطاع
وذلك في إطار تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية 2022-2026. عن أهم النقاط المتضمنة في الاتفاق نتابع التصريحات التالية. من أهم المكاسب في هذا الاتفاق وهو أولا الحفاظ على المكتسبات القديمة وفتح مكاسب جديدة أمام شغيلة التعليم، وأهم مكسب وهو فتح الدرجة الممتازة خارج السلم أمام الفئات المقصية مدرسة ومدرس التعليم الابتدائي، التعليم الثانوي الإعدادي، ملحق الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون. كما نطمح إلى فتح درجة جديدة أمام أساتذة الثانوي والمتصرفين والمتصرفين التربويين وحل ما تبقى من الملفات. أعتبر الاتفاق فارق لثلاث نقاط أساسية، أولها بأنه اتفاق موقع من طرف قطاعات حكومية معنية بتجسيد الكلفة المالية للحوار، ثانيا أنه اتفاق يقطع مع مرحلة وبداية أخرى تضمن التحفيز والمسار المهني العادل، وثالث الأمور هي أن هذا الاتفاق نعتبره بوابة أمل من أجل الانفراج لملفات عمرت طويلا. طبعا كتبقى مبادئ موطرة، المرحلة المقبلة الأساسية هو صياغة المواد والتفاصيل ديال هذا النظام الأساسي. في هذه المبادئ الموطرة تم الاتفاق على حل مجموعة من الملفات على رأسها الإشكالية ديال الدرجة الممتازة، بحيث أنه أكثر من 220 ألف ديال النساء ورجال التعليم اللي كانوا مقصيين من الولوج الدرجة الممتازة، فتم الاتفاق على أنه ابتداء من سنة 2023 بالنسبة للمتقاعدين و 2024 للجميع. كذلك بالنسبة لإشكال ديال التعاقد والمفروض عليهم التعاقد، فتم الاتفاق على أنه سيصبحون خاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، اللي هو طبعا في إطار قانون الوظيفة العمومية. أيضا تم إدراج منحة ديال التحفيز بأثر على التعلمات لجميع نساء ورجال التعليم في إطار فريق تربوي، ستكون يعني شهرية لتحفيزهم على المزيد من العمل. وهذا النظام الأساسي يفتح الترقي، بالإضافة للترقي العمودي هناك ترقي أفقي نظرا لتوحيد المسارات ومجموعة ديال الفئات المتفق عليها تم حلها. أيضا هذا النظام الأساسي يتسم بالليونة اللازمة على اعتبار أنه كل ثلاث سنوات سيتم مراجعته ومراجعة كل الاختلالات المتواجدة فيه. وهذا الموضوع يفتحه للنقاش عبد الحفيظ المنور في حديثه الليلة في السياسة. عبد الحفيظ مساء الخير. أهلا وسهلا زكريا. إذن عبد الحفيظ، ماذا عن أهمية هذا الاتفاق؟ نعم زكريا، هو اتفاق مهم لأنه يأتي في إطار تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية، وهو يتوج سلسلة من الاجتماعات بين النقابات التعليمية ومختلف القطاعات الحكومية المتدخلة في قطاع التعليم. فاقت 20 اجتماعا خلال سنة من التشاور الحوار القطاعي. وزير التربية الوطنية ومنذ توليه مهامه الوزارية يبدو أن أبرز الملفات التي كانت على الطاولة معالجة ملف هيئة التدريس. القطاع كان بحاجة لإعادة الثقة لأطره والاستماع لمختلف الإكراهات والهواجس. يمكن القول عنه بأنه اتفاق اجتماعي بدرجة أولى. أكثر من 50% من العاملين بالقطاع العام يشتغلون في قطاع التعليم، وكان لابد من النظر للعنصر البشري أولا لأنه المسؤول عن تربية وتكوين الناشئة والأجيال الجديدة. جدير بالذكر أن الحكومة قامت بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية السنة الماضية 2022 حوالي 2 مليار درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم، إلى أن تم بلوغ مرحلة التوقيع على هذا الاتفاق الذي من شأنه الحفاظ على المكتسبات وتنزيل الأمور الاتفاقية الجديدة. زكريا. نعم الحفيظ، ماذا عن أبرز مضامين هذا الاتفاق؟ زكريا، لعل أبرز عنوان لهذا الاتفاق هو إخراج النظام الأساسي الجديد لمنظومة التربية والتكوين، والذي يعوض النظام الأساسي السابق الذي يعود لعشرين سنة. من بين المستجدات إلغاء الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد. الاتفاق الموقع يؤكد على الحفاظ على المكتسبات، الحفاظ على الأطر الحالية مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر وخلق
الجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات وإرساء هندسة تربوية جديدة. الآن هناك تحدي التنزيل هذا الاتفاق من خلال النصوص الإجرائية الضرورية اللازمة لهذا الاتفاق. زكريا، شكرا جزيلا لك عبد الحفيظ، واللقاء يتجدد بك الأسبوع المقبل بإذن الله. بحول الله. شكرا لك. بمقر مجلس النواب أجرى رشيد الطالب العالمي مباحثات مع سلطان سعيد البركاني رئيس مجلس النواب اليمني، الذي أكد موقف بلاده الثابت من قضية الصحراء ومغربيتها وسيادة المغرب عليها. كما أجرى المسؤول اليمني مباحثات مع رئيس مجلس المستشارين النعم ميارا. روبورتاج نادي أحد. خلال استقباله من طرف رئيس مجلس النواب المغربي، عبر رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين، وجدد التأكيد على الموقف الثابت لبلاده في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وبهذه المناسبة تم التوقيع على مذكرة التفاهم التي تنص على تعزيز وتمتين علاقات الصداقة بين المغرب واليمن. نعيش هما واحدا، أولا وحدة التراب اليمني ووحدة التراب المغربي، والتأكيد على أنها لا تقبل التجزئة لا في اليمن ولا في المغرب. فقضية الصحراء موقفنا ثابت منها ومغربيتها وسيادته واستقلاله وسيادتها على سيادة المغرب عليها، كما أن وحدة اليمن هي من الثوابت التي لا تقبل أيضا المساس بها أو الجدل بشأنها. بعد ذلك التقى المسؤول اليمني برئيس مجلس المستشارين، حيث تباحث الطرفان العلاقات الثنائية. رئيس مجلس المستشارين أكد دعم المملكة المغربية لليمن من أجل المصالحة الوطنية والاستقرار. أكدت لمعالي الرئيس دعم المملكة المغربية لكل المساعي التي يقودها اليمنيون بأنفسهم من أجل المصالحة الوطنية، من أجل استقرار بلدهم، ومن أجل كذلك الرفع من الحيف الذي يعانيه الأخوات والإخوان اليمنيين، لا على المستوى الإنساني وعلى مستوى الاضطهاد من طرف قوى أخرى تروم تفكيك اليمن. وتأتي زيارة رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية إلى المغرب من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل البرلماني المشترك. في أعقاب ذلك، أجرى رئيس مجلس النواب اليمني سلطان سعيد البركاني مباحثات مع ناصر بوريطة، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها للمملكة المسؤول اليمني على رأس وفد برلماني هام. وفضاء بيت الذاكرة بالصويرة احتضن نهاية الأسبوع المنصرم لقاء جرى فيه تسليط الضوء على العلاقات التاريخية والتعايش بين اليهود والأمازيغ في إطار الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة. وبالمناسبة تم إحياء حفل فني حضره عن القناة الثانية يونس الصباح، والتحرير لعبد الفتاح مؤمن. بين الاحتفال بالسنة الأمازيغية 1973 والاحتفاء بالفن الأمازيغي، أحيت جمعية الدرس بالصويرة ليلة يناير أوراق السنة الأمازيغية بطقوس أمازيغية ضاربة في التاريخ. أشكر الجمهور الحاضر الذي احتفل معنا بهذه الليلة الخاصة. عملنا على تقديم لوحات استعراضية للجماهير التي تفاعلت معنا بشكل جيد وجميل. جيت فخورين أنه في هذا الوطن كتاح الفرصة الأمازيغ بحكم خطاب أجدير وحكم ترسيم اللغة الأمازيغية ودسترتها في الدستور ديالنا 2011، وهذا يرجع إلى مجهودات ديال الوطن ديالنا بالمقدسة ديه تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس. للسنة الرابعة على التوالي يقام هذا الاحتفال السنوي بمدينة الصويرة. هذا العام كان الاحتفال على مدى يومين خصص للفن والنقاش الأكاديمي. 1973 اللي هي سنة الفلاحة، وكنقولوا إذن يناير دائما احنا سعيدين بالعكس أننا نكونوا من الأولين اللي كيحتفلوا هنا بمدينة الصويرة بهذه المناسبة هذه. الجمعية ارتأت أنه تدير يومين.
ندوة فكرية تم تنظيم على هامش الاحتفال بسنة الأمازيغية تطرقت للقواسم المشتركة بين الأمازيغ واليهود بمدينة الصويرة من حيث التبادل التجاري والتراث اللامادي المشترك. وفي ظرف 8 أيام من افتتاحه من قبل صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة حسناء، حطم المتحف الوطني للحلي بالوداية بالرباط الأرقام القياسية من حيث الإقبال، حيث نهز عدد زواره 40,000 زائر. الزوار تمكنوا من اكتشاف السينوغرافيا الجديدة لمعرض دائم مخصص للحلي، وهو أحد المكونات الأساسية للتراث المغربي الذي يعود تاريخه إلى 150,000 سنة خلت. نتحول جنوبا إلى مدينة أكادير، حيث اختتمت فعالية مهرجان القصص المصورة في نسخته الأولى هذه السنة لتقريب هذا الفن من الناشئة والاكتشاف مواهب التلاميذ والتلميذات بعد مسابقة في رسم القصص المصورة بالمؤسسات التعليمية، كما سنتابع في روبورتاج الحسين الزيك ورشيد لطفي. لعشاق القصص المصورة غالبا ما نبحث بين صفحات المجلات عن أول قصة مصورة، عشق وشغف نكتشفه لدى عدد كبير من التلاميذ والتلميذات، من بينهم ريان الحائز على إحدى جوائز مهرجان القصص المصورة بمدينة أكادير. لا بون ديسيني كتعجبني بزاف، حيت هي فرصة كتخليني باش نتلاقى بزاف ديال المبدعين وبزاف ديال الفنانة، وكتخليني حتى أنني نطور في الرسم ديالي. كنعرفوا بأنه التلميذ في المستويات الدراسية الأولى كيعتمد أكثر على الملاحظة والمشاهدة والتتبع، وبالتالي هذه القصة المصورة كتسهل لنا بتمرير مجموعة من القيم عن طريق تأمل التلميذ للصور ومشاهد. الدورة الأولى لملتقى القصص المصورة توجت لأول مرة تلاميذ المؤسسات التعليمية، فالقصة المصورة من الآليات البيداغوجية للتمدرس. تستقبلها الطفل بواحد الشكل كبير، لأن فيها أولا خيال، فيها إبداع، فيها واحد المساحة للابتكار أيضا من طرف الطفل، لأن الطفل هو ما خصوش فقط أن كل شيء مصور محطوط، خاصه هو يخترع قصة ومن طون يصورها. تطوير لي زيدي الأفكار باش أنهم كيديروا قصص جميلة جدا، هم عندهم خيال جميل، هذا الخيال هذا وهذا لا كومبيتونس كاين وليدات ما معروفينش، يعني الهدف ديال الحالة ديال الفيستيفال هادو أن نخرجوا هذوك الوليدات ويكون عندهم من بعد كونتاكت كنجيبوا دي زيديتور دي فورماتور. ورشات علمية وتكوينية مكنت من تقريب فن القصص المصورة من الناشئة، ومن اكتشاف مواهب الأطفال سواء في الرسم أو في التعبير عن الأفكار عن طريق الصور، مع توصية لاعتماد القصة المصورة كآلية منهجية في مقررات التربية والتعليم. في ختام المسائية إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. ميناء طنجة المتوسط في الصدارة سجل خلال السنة المنصرمة نموا على كافة المؤشرات. والمغرب يشارك في أشغال منتدى دافوس الذي انطلق اليوم، من المتوقع أن يحضره أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة. ونواب الأمة يناقشون ضمن جلسة الأسئلة الشفهية اليوم خطة الحكومة لإصلاح الجامعة المغربية. لإعادة مشاهدة هذه النشرة أو الاطلاع على باقي النشرات والأخبار الوطنية والدولية، يرجى التفضل بزيارة موقعنا على الأنترنت أو تصفح منصاتنا على مواقع التواصل. في الختام لكم تحية طاقم النشرة، شكرا لوفائكم، دمتم بخير، في أمان الله.